معنا من كولومبيا هذا الراجل الكولومبي نيكولاس روبيلتو سيرنا شارك في رالي داكار ضمن فئة الكوادز العام الماضي، هذه مشاركته السادسة في الرالي، شارك في عدد من الراليات الصحراوية في أمريكا الجنوبية، يشارك على دراجة كان آم رينيجيد إكس إكس سي 850. Again, ladies and gentlemen, as we transition to the quads, we have 182. Nicholas Serena is on stage. منصة من فريق كاليتسو للسباقات على دراجة كي تي إم طراز 450 رالي مع الدراج الكولومبي جوردانو باتشيكو. أنهى رالي داكار 2020 في المركز 61 في الترتيب العام والعاشر في فئة الأصلي من موتول. شارك للمرة الأولى في رالي داكار في العام 2019. شارك في عدد من الراليات الصحراوية في أمريكا الجنوبية ومنافسات الإندورو وموتور كروس. يشارك في فئة الأصلي من موتول. Again, ladies and gentlemen, biker number 59. والآن معنا السيارة التي تحمل الرقم 340. سيارة من فريق FN Speed مركبة كان أم مابريك X3 في D3. السائق الكولومبي خافير فيليز شارك في رالي داكار العام الماضي للمرة الأولى لكنه أرغم على الانسحاب في إحدى المراحل وأكمل الرالي في فئة خبر داكار. شارك في عدد من الراليات الصحراوية في أمريكا الجنوبية وفي رالي المغرب الصحراوي العام الماضي. طبعا يجلس إلى جانبه ماتيو مارينو كريستانس شارك في رالي داكار أربع مرات في فئة الدراجات النارية بين عامي 2013-2017 عمل ملاحا مع خافير العام الماضي وشارك في عدد من الراليات الصحراوية وفي منافسات الاندورو حيث أنه بطل كولومبيا للاندورو في عام 1996 وشارك كما ذكرنا في عدد من الراليات الصحراوية.